بسم الله واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم نهارك ابيض، حلقه يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، وصباح ابيض بخطين حمر على كل مشاهدي وجماهير نادي الزمالك العظيمه في كل مكان. يعني في البدايه، في ظل المشاهد المحزنه لينا كشعب مصري وشعب عربي واستمرار القصف الغاشم من الاحتلال الصهيوني، خلونا يعني ندعي لإخواتنا، ربنا يا رب يكتب لإخواتنا في فلسطين نصرك العزيز الجبار، اللهم أمين يا رب العالمين، وينتقم من الظلمة المجرمين، وإن شاء الله ربنا قادر على كل شيء، وربنا قادر يحرر الأرض لأهلينا وإخواتنا في قطاع غزة وفلسطين. بصراحة كل يوم بنقول يعني حاجة هتحصل، يعني القصف هيقف، المشاهد كل يوم يعني أبشع من اللي قبله، حاجة بصراحة يعني ما فيهاش أي نوع من أنواع الإنسانية ولا الرحمة في قلب يعني أي حد من الكيان الصهيوني، اللي ربنا يا رب إن شاء الله ينتقم منهم في القريب العاجل. امبارح بنشوف أغلب المستشفيات في قطاع غزة بكل أسف بتتوقف عن العمل بسبب انعدام الوقود وانقطاع المية وكمان الكهرباء، وكالعادة المجتمع الدولي زي ما احنا متابعين وشايفين واقف بيتفرج وساكت بشكل فج وفاضح، بشكل بشع يعني. لكن في المقابل مصر ما زالت بتقوم بدورها وواجبها تجاه القضية الفلسطينية، وهنفضل دايما كتف بكتف جنب اخواتنا، عمرنا ابدا ما هنتخلى عنهم، ودايما هنقدم لهم كل حاجة نقدر عليها، حتى أرواحنا فدا أهلينا في فلسطين. امبارح بنشوف مبادرة رائعة من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإرسال قافلة إغاثية لأشقائنا في فلسطين وقطاع غزة في إطار الدور المجتمعي للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على كافة الأصعدة. وشوفنا أيضا قافلة الشركة المتحدة وهي بتتوجه لميناء رفح البري، ويعني ما شاء الله بتتكون من 6 شاحنات محمله ب 150 طن من المواد الغذائيه وايضا المياه لدعم الاشقاء الفلسطينيين في ظل الاحتياج الملح للميه زي ما احنا عارفين، والوضع الصعب اللي عايشينه اخواتنا في فلسطين، وايضا المواد الغذائيه بقطاع غزه في الفتره الصعبه دي. يعني كل حاجه معدومه لأهالينا وإخواتنا وأشقائنا، فيا رب يعني يا ربنا يا رب يكون في عونهم ويصبرهم ويرحم شهدائهم ويشفي كل المصابين إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. طبعا قافلة الشركة المتحدة بتأتي ضمن قافلة إغاثية ضخمة بالتنسيق مع حياة كريمة، واللي بتضم 21 شاحنة من بينهم 6 شاحنات من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. طبعا زي ما احنا عارفين الشركة المتحدة سبق وأطلقت حملة للتبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، ويمكن كل العاملين بالشركة المتحدة محدش فيهم اتأخر لحظة على التبرع بدم، وزي ما انا بقول لكم لو في حاجة تانية نقدر نعملها هنعملها. واستهدفت الحملة وقتها جمع زي ما احنا يعني كلنا فاكرين وتابعنا كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية هناك اللي بتعاني من نقص حاد في مخزون الدم في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز أيضا التضامن العربي مع أخواتنا في فلسطين. مبادرات رائعة وحاجات بتحسسنا أننا زي ما أنا بقول إيد واحدة وكتف بكتف جنب أخواتنا بكل اللي نقدر عليه، وزي ما أنا قلت لو بإيدينا حاجة نعملها تاني هنعملها، عمرنا ما هنتأخر. فيا رب ربنا ينصرهم ويثبتهم، وزي ما انا بقول يرحم الشهداء ويشفي المصابين، وان شاء الله ربنا يذيل هذه الغمه في القريب العاجل باذن الله. لو اكلمكم بقى عن نادي الزمالك، ففي الزمالك الدنيا ماشيه بهدوء بعد الفوز الرائع على نادي بيراميدز في المباراه اللي كانت ملحميه والتاهل لنهائي الكاس. الانتصار ده خلى الناس الافاضل المسؤولين الافاضل في مجلس الاداره بتفكر بشكل هادي، مفيش استعجال، هما دلوقتي بيبنوا يعتبر بيبنوا البيت من اول وجديد، وده مهم جدا جدا للفتره اللي جايه، عشان الفتره اللي جايه محتاجه قدر كبير جدا جدا من التركيز والحكمه في كل القرارات اللي ان شاء الله هياخدها مجلس اداره
خلال الفترة اللي جاية، وده بنشوفه في التأسيس، بنشوف مجلس الإدارة بيحاول زي ما أنا بقول يعيد ترتيب البيت الكروي تاني داخل نادي الزمالك من أول وجديد بشكل بقى منظم وبشكل علمي وبشكل مدروس. خلاص بقى مفيش حاجة كده، يعني عايزين نقول مفيش حاجة بعد كده هتبقى بالفهلوة، لا كل خطوة وكل قرار هيبقى بناء عن دراسة وبناء عن علم مهم جدا جدا، أكيد هيبقى المجلس الإدارة، وده اللي إن شاء الله يعود بالنفع على نادي الزمالك نادينا العظيم. وده يمكن احنا لمسناه في خطوة تشكيل لجنة الكشافة وفريق التحليل اللي بيعتبر بداية لشغل محترم بيتعمل عشان يكون لك فريق عمل يكون مختص بتحليل البيانات، وده مهم قوي يا جماعة، فكرة ان النادي يكون عنده داتا كاملة لكل اللعيبة في النادي واللي انت تقيمهم فنيا وبالارقام، والتجديد او حتى التعاقد مع لعيبة يكون مبني على الأرقام ويكون في سقف مالي محدد ويكون في داتا لكل اللاعبين المميزين سواء بره مصر أو جوه مصر في المراكز اللي أكيد نادي الزمالك هيبقى محتاج إن هو يدعم فيها على مدار الموسم، مش يعني مجرد لاعب يعني زي ما احنا كنا بنشوف قبل كده يسجل هدف يتم بعد كده التعاقد معه على طول، أو لاعب حتى يجيبه عشان الوكيل الفلاني فيه يعني زي صحوبية أو الكلام ده، أو حتى مجموعة الأجانب اللي مش بيجوا غير عن طريق الوكيل العلاني، يعني حد محدد كده بعينه هو اللي كان بيجيب الصفقات، فده كل ده خلاص مش هيحصل تاني بناء عن فريق الكشافة وفريق التحليل اللي هيبقى فيه لينك ما بينه وما بين مجلس إدارة نادي الزمالك. وزي ما أنا بقول بعد كده كل خطوة هتتاخد هتبقى محسوبة بناء عن دراسة بناء عن علم تكون كافية جدا جدا عشان يبقى حد موجود داخل نادي كبير بحجم نادي الزمالك. احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في مجلس إدارة النادي انه هيعمل منظومة محترمة محترفة تليق باسم الزمالك، واكيد كلنا كزملكاوية وكل فرد زملكاوي بيتمنى التوفيق واكيد بيدعم وبيساند وفي ظهر مجلس إدارة نادي الزمالك عشان يرجع تاني نادي الزمالك لمنصات التتويج ويرجع نادي الزمالك تاني لمكانته الطبيعيه. زي ما احنا شفنا امبارح كان في يعني زي حوار حصري ومهم مع الكابتن معتمد جمال، الراجل قال لك انا ما اتكلم مع مجلس اداره، قال لك احنا كلنا زملكاويه، احنا كلنا شبه بعض، احنا كلنا جايين هدفنا هو خدمه نادي الزمالك وان نادي الزمالك يرجع تاني لمكانته الطبيعيه. بجانب طبعا الكلام اللي اتكلم فيه عن احداث المباراه اللي فاتت مع نادي بيراميدز والظروف الصعبه اللي هو تولى فيها المسؤوليه، لكن الحمد لله قدر يعدي بنادي الزمالك لبر الامان وقدر يوصل لنهائي الكاس. برضو عايز اقول لكم على حاجه، يمكن الفرحه اللي انتم شفتوها اللي كانت في اوضه اللبس بعد المباراه هي مش فرحه عشان الزمالك وصل نهائي الكاس، الزمالك خد الكاس يعني قبل كده 100 مره يعني ولسه واخدين كاس من سنه ونص ودوري، لكن هي عودة للروح، هي يعني انت بتكسب رغم كل الظروف. وحتى شفنا برضو الرسالة اللي كان منزلها زيزو على صفحته على احد المواقع التواصل الاجتماعي، قال لك احنا في ظروف اعجازية لكن ده الطبيعي بتاع نادي الزمالك، لكن اللي مش طبيعي ان احنا في الظروف دي نعمل اللي احنا بنعمله ده في ظل وقف قيد بقى وفي ظل اصابات وفي ظل كان عدم استقرار الفترة اللي فاتت، فهو ده كان الفرحة بالفوز عشان كل الحاجات اللي أنا بقول لحضراتكم عليها دي. لكن إن شاء الله الفترة الجاية أكيد الاستقرار هيبقى داخل جدران نادي الزمالك ومجلس الإدارة هيوفر إن شاء الله كل حاجة لفريق الكرة وهيوفر كل حاجة لكل الألعاب داخل نادي الزمالك عشان زي ما أنا بقول لكم يرجع تاني لمكانته الطبيعية اللي احنا كلنا عايزينها واللي احنا كلنا بنتمناها. في فقرة سهم وكوس النهاردة هينورنا ويشرفنا دكتور أحمد الشربيني دكتور العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، يعني هيبقى فيه كلام مهم جدا في هذا الملف اللي بيتعلق بالطب الرياضي إن شاء الله في فقرة تنال إعجاب السادة المشاهدين. دلوقتي خلونا نروح نستعرض معاكم كل الجديد على الساحة الرياضية الزملكاوية وفقرة إيه الخبر. في نهارك زملكاوي قامت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بتكريم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على هامش تواجد أعضاء المجلس في حفل الأوسكار رقم 61 لجريدة المساء وجريدة الكرة والملاعب،
وحرصت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر على منح مجلس إدارة الزمالك درع تكريمي بمناسبة فوزهم في الانتخابات الأخيرة وتولي قيادة القلعة البيضاء لأربع سنوات قادمة والحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية. وقامت المؤسسة أيضا بتسليم كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأيضا الكابتن أحمد سليمان عضو المجلس دروعا خاصة ليهم يعني كرموز وكشخصيات عامة. واختارت المؤسسة أحمد مصطفى زيزو نجم فريق الزمالك أفضل لاعب في مصر العام 2023 ويمكن دي يعني مش حاجة جديدة على نجم كبير بحجم طبعا الكابتن أحمد سيد زيزو. نروح لأخبار فريق الكورة. أدى عمر جابر الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران امبارح على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة أو ملعب حلمي زمورة استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي القادمة في كأس الكونفدرالية. وخاض عمر تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الضمة وأدى اللاعب الفقرة التأهيلية برفقة محمود حمدي الونش بالجري حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق امبارح. كمان انتظم محمد عبد الغني مدافع الفريق في التدريبات الجماعية لفريق نادي الزمالك وتماثل عبد الغني للشفاء من الإصابة اللي كان بيعاني منها واللي كانت كادمة في العضلة الخلفية واللي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام نادي بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر وأصبح عبد الغني جاهز من الناحية الطبية للعودة لمباريات الزمالك اللي جاية بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. كانت بنتمنى يعني كل السلامات لكل نجوم نادي الزمالك اللي كانوا يعني بيتعرضوا لإصابات خلال الفترة اللي فاتت عشان يبقى ليهم دور كبير جدا مع الفريق وتحديات الفريق خلال الفترة اللي جاية. كمان حصل محمود علاء مدافع الفريق على راحة سلبية من التدريبات امبارح بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية وتعرض محمود علاء للإصابة خلال مشاركته في مباراة الزمالك الأخير أمام بيراميدز في نصف نهائي الكاس واللي انتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح. وحرص محمود علاء على التواجد في مقر النادي على هامش مران امبارح وعقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق جلسة مع اللاعب عشان يطمن عليه ويواصل الكابتن محمود علاء إن شاء الله برنامجه التأهيلي خلال الفترة اللي جايه. محمود علاء واحد من اللعيبه الرجاله اللعيبه اللي ان شاء الله لما يستعيد مستواه تاني ويخف من الاصابه اللي بيعاني منها ان شاء الله هتشوفوا محمود علاء بشكل تاني وهتشوفوا محمود علاء المدافع الهداف اللي دايما كان ليه دور كبير في دفاع نادي الزمالك. لسه متواصلين في الاخبار ووضع الجهاز الفني للفريق بقياده الكابتن معتمد جمال برنامج تدريبي خاص للثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي على هامش مران امبارح وادى ثنائي تدريبات خاصه في صاله الجيم دون المشاركه في التدريبات الجماعيه عشان يجهزوهم من الناحيه البدنيه بالشكل الامثل خلال الفتره اللي جايه. ونختم اخبار الزمالك وضع الجهاز الفني للفريق بقياده معتمد جمال برنامج تدريبي اضافي للثلاثي احمد سيد زيزو وناصر منسي والبنيني سامسون اكينولا في ختام مران امبارح يوم الاحد وادى الثلاثي تدريبات خاصه بعد انتهاء التقسيمه الفنيه بالتسديد على المرمى. كان واقف في المرمى معاذ علاء الحارس الشاب من بعض الزوايا المختلفه في الملعب ومن خلال تلقي الكرات العرضيه من حاتم سكر وايضا حرص معتمد جمال القائم باعمال المدير الفني للفريق واحمد مجدي المدرب المساعد على متابعه الفقره الخاصه بالثلاثي. خلصت اخبارنا الزملكاويه خلونا نطلع لفاصل ونرجع بقى عشان نقول لكم كل الجديد في الساحه العالميه في فقره نهارك عالمي لكن بعد الفاصل. بجد ترحيب بحضراتكم مره ثانيه وخلونا نبدا نهارنا العالمي من عند اقوى دوريات العالم الدوري الانجليزي واللي شاهد امبارح قمه في الاثاره والمتعه بين تشيلسي والمان سيتي في مباراه اللي انتهت بالتعادل الايجابي 4-4 على ملعب ستانفورد بريدج مع البلوز وشهدت تسجيل 8 اهداف مقسمه على الفريقين لتكون المباراه
في نظر الكثير هي أفضل مواجهة منذ نهائي كأس العالم في قطر بين الأرجنتين وفرنسا قبل 11 شهر. وأهداف تشيلسي سجلها كل من تييجو سيلفا ورحيم ستيرلينج ونيكولاس جاكسون وكول بالمر، بينما سجل أهداف المان سيتي الأربعة هالاند هدفين وهدف لكل من رودري ومانويل أكانجي. تعادل رفع رصيد المان سيتي إلى النقطة رقم 28 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأرسنال أصحاب المركز الثاني بنفس النقاط. وفي المقابل وصل تشيلسي إلى النقطة 16 في المركز العاشر من البريمير ليج. مباراة امبارح بصراحة كانت أكثر من رائعة وكانت مليئة بالإثارة والندية بين الفريقين. وفي مباراة أخرى بقى قاد نجمنا محمد صلاح قائد منتخب مصر فريق ليفربول الفوز على مضيفه برينتفورد بالثلاثية دون رد في المباراة اللي جمعتهم ضمن الجولة ال 12 من البريمير ليج، وسجل محمد صلاح ثنائية من بين أهداف فريقه الثلاثة في المباراة عشان يوصل للهدف رقم 10 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق 3 أهداف عن إيرلينج هالاند مهاجم السيتي المتصدر ترتيب الهدافين. وبخلاف ثنائية محمد صلاح سجل دييجو جوتا هدف ليفربول الثالث في المباراة. الفوز ده رفع رصيد ليفربول النقطة 27 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 16 في المركز ال11. نجمنا وقائد منتخبنا امبارح عمل مباراة أكثر من رائعة. وبعد ثنائية الأمس وصل صلاح هوايته المفضلة ووصل للهدف رقم 200 في الكرة الإنجليزية بشكل عام بفضل ثنائية ضد برينتفورد، وسجل صلاح الهدف الثاني في شباك برينتفورد خلال الشوط الثاني برأسية بعد ما سبق وسجل هدف بقدمه اليسرى في الشوط الأول، وساهم صلاح في 200 هدف في الكرة الإنجليزية بواقع 198 هدف مع ليفربول وهدفين مع نادي تشيلسي في جميع المسابقات. وأصبح صلاح أكثر لاعب مساهمة في الأهداف الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بتسجيل 10 أهداف وصنع 4 أهداف، كمان سجل 14 هدف في آخر 15 مباراة ليه على ملعب الأنفيلد رود. وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي بيسجل في أول 6 مباريات على ملعب فريقه، كمان بقى ثالث لاعب بيسجل أو يصنع هدف على الأقل في 15 مباراة متتالية على ملعبه بعد كل من ألان شيرر 18 مباراة وتيري أوري 17. وساهم أيضا صلاح في 118 هدف خلال 117 مباراة على ملعب الأنفيلد في الدوري الإنجليزي بواقع 86 هدف و 32 تمريرة حاسمة. محمد صلاح عشان كده احنا كنا عايزينه يستمر في الدوري الانجليزي، عشان كده كنا عايزينه يستمر مع نادي ليفربول عشان يحطم ويكسر كل الارقام، وان شاء الله صعب جدا ان حد يوصل لهذه الارقام في المستقبل. نروح بقى للدوري الاسباني اللي حقق فيه برشلونه فوز صعب للغايه على ضيفه ألافيش بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجوله ال 13 في الدوري الاسباني. وتلقى برشلونه هدف مبكر من سامو أوموردييون بعد تمريرة رائعة من خافي لوبيز في الثانية 18، وانتهى الشوط الأول بتأخر البرشا. الانفراجة بقى بدأت في الشوط الثاني مع الدقيقة 53 بهدف التعادل من روبرت ليفاندوفسكي برأسية بعد عرضية جول كوندي، وأخيرا في الدقيقة 78 تحصل برشلونة على ركلة جزاء سجل منها أيضا ليفاندوفسكي هدف الفوز للفريق. بذلك رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر حتى الآن، ونقطتين عن ريال مدريد في المركز الثاني، و5 نقط عن أتلتيكو مدريد في المركز الرابع اللي لعب مباراتين أقل، فيما تجمد رصيد ألافيش عند النقطة رقم 12 في المركز ال 14 من الليجا الأسبانية. في فرنسا خسر نانت من ميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم في الجولة ال 12 ضمن منافسات الدوري الفرنسي، واتلعبت المباراة على ملعب سان سيمفوريان معقل ميدز
وشارك نجم الزمالك السابق ولاعب نانت الحالي مصطفى محمد في المباراة بشكل أساسي، ولكن خرج في الدقيقة 54 لوجهة نظر فنية، بكده بيخسر نانت للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الفرنسي. وزي ما احنا عارفين يعني خسر قبل كده ضد لانس 4-0، وأيضا نادي ريمز كمان خسر منه 1-0، وبالخسارة دي بيتجمد رصيد نانت عند النقطة رقم 14 في المركز التاسع، بينما ارتفع عدد نقاط ميدز ليصل للنقطة رقم 13 في المركز ال11 في الدوري الفرنسي. تضامن مؤثر ورسالة مدوية من جانب جمهور ريال سوسيداد الإسباني، هو ده عنوان النهاردة في لقطة اليوم. يمكن دي مباراة ريال سوسيداد الأخيرة في الشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا، يمكن حاجة بتخليك يعني أو تخليك تشوف اللي يعني في ناس فعلا شايفة، وفي ناس فعلا عندها رحمة، وفي ناس فعلا يعني حاسة بإخواتنا وأشقائنا، مش لازم تكون عربي أو مصري، لا في ناس من الناس اللي في الدول الأوروبية عارفين وشايفين الأحداث اللي بتحصل، فأكيد موقف عظيم منهم وموقف مشرف أكيد إحنا كعرب بنشكرهم عليه، وهو ده اللي أكيد مستنيينه من كل شعوب العالم. دلوقتي جه ميعادنا وفقرة نبض 100 عضو. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا لفقرة نبض 100 عضو. خلونا نروح للايف من داخل نادي الزمالك ناخد فيه زميلتنا العزيزة علا القائد عشان تقول لنا الجديد داخل النادي. يا علا نهارك أبيض وصباح الفل. صباح الخير عليك زميلنا العزيز خالد غانم، ونهارك ملكي دائما متألق على قناة نادي الزمالك يا خالد. وطبعا زي كل مرة نبض 100 عقبة القلب الأبيض أبو خطين حمر، دايما بنسلط الضوء جهودنا طبعا داخل نادي الزمالك على جميع الالعاب الرياضيه، وطبعا على جميع الانجازات اللي بتحدث داخل نادي الزمالك. والنهارده تحديدا موجودين في صاله الجمباز طبعا عشان نتكلم عن لعبه الجمباز وعن الانجازات الاخيره طبعا لعبه الجمباز داخل نادي الزمالك. لكن معانا طبعا رئيس جهاز الجمباز كابتن ابو العلا محمد، هيكلمنا عن كل التطورات اللعبه داخل نادي الزمالك. برحب بيك ونهارك ابيض بختم. صباح الفل، ازيك يا استاذ علا، وان شاء الله باذن الله يبقى ايام سعيده علينا باذن الله. كلمنا بقى يا كابتن، طبعا لعبه الجمباز لعبه مهمه ومحوريه في داخل نادي الزمالك، وكمان فيها انجازات الفتره الاخيره، كلمنا بقى عن اخر الانجازات وعن منتخب مصر وعن اللاعبين اللي انضموا مؤخرا لمنتخب مصر. اولا احنا هنا هو بدانا في الجمباز يعني مش من مده كبيره، من 2018 كان عندنا لعبه واحده اللي هي الترامبولين، وبعديها على طول السنه اللي بعديها دخلنا جمباز الايقاعي، وبعديها بسنه تاني برضو دخلنا جمباز الايروبيك. يعني هي لعبه جديده لسه لغايه دلوقتي، احنا نقول جديده في نادي الزمالك، بس برضو انجازاتنا اللي احنا عملناها فيها انجازات جامده جدا، لان احنا مكونين فرق كتير في جميع الاعمار السنيه، جميع الاعمار السنيه، وعندنا لعيبه واحده في منتخب مصر ترامبولين، وهي بطله جمهوريه وبطله افريقيا اشرقت شريف دي. طيب كلمنا بقى عن، عشان الاعزاء المشاهدين بقى يتفرجوا ويعرفوا ايه هي لعبه الترامبولين وايه هي وجودها وتاثيرها، وهل هي مثلا متعلقه بالايقاعي ولا دي حاجه ودي حاجه، يعني عرفنا كده. هو طبعا الجمباز كذا فرع من ضمنهم الترامبولين، والايقاعي برضه فرع تاني، والايروبيك فرع تالت. احنا عاملين ثلاث فروع في نادي الزمالك. فاما بدانا الترامبولين وعملنا فيه انجاز كويس قوي. يعني اول سنه مثلا حصلنا على في حدود 106 ميداليه، من ضمنها 78 ميداليه ذهب، والباقي ما بين فضه وبرونز يعني. وبعديهم الايقاعي نفس الشيء، احنا شغالين كده على الالعاب كلها مش على الترامبولين بس يعني.
اتكلمنا بقى عن اختيار اللاعبين، هل بيتم السن من سن كام بنبدا نختار اللعيب او اللعيبه؟ وعايزين برضو نعرف الذكور والاناث، هل بيتم يعني في اقسام معينه للاناث ولا كله يعني بيبقى يعني عادي، يعني ما بيبقاش في مثلا لا دي لعبه بنات بس لا دي لعبه اولاد بس؟ بالنسبه للترامبولين ولاد وبنات، الايقاعي بنات بس، والايروبيك ولاد وبنات برضه. ايقاعي بنات بس، ما هو برضه بيبقى فيه يعني فن في الموضوع، بنشوف دويتو دايما بين ولد وبنت او كده. أيوة لما نشوف الاولمبيات والحاجات دي في الالعاب الثانيه يعني، لكن الايقاعي عشان فيها يعني باليهات ورقصات كتيره فبيبقى بنات بس، يعني معموله للبنات بس. يعني الفرع ده على يعني على العالم كله. ايوه ايوه على مستوى على الاتحاد الدولي كله، يعني عامل الايقاعي بنات بس، لسه ما نزلتش ولاد وبنات يعني. طب عرفنا بقى ايه هي زي ما قلنا لحضرتك الاختيار السن، هل السن مثلا بيبدا من بدري قوي ولا ممكن مثلا لاعب يبقى عنده مثلا 13 14 سنه ممكن يدخل ويبقى ويكمل ويبقى فريق، ولا دي حاجات بتبقى لازم لها يعني معايير معينه وانت صغير بحيث برضو عضله الجسم بتكون جاهزه للتمرينات؟ اللي اعتقد ان الجمباز لعبه برضو قاسيه شويه على العضلات او بتبقى عايزه مرونه اطول شويه. طيب هي بالنسبه للايقاعي هو اول سن بيبدا سن صغير لان بيحتاج مرونه بدري شويه، فبيبدا من سن 4 سنين، ففي بطوله فيه تحت 6 سنين يعني بعديه تحت 6 سنين وتحت 7 سنين في بطولات، واللي بعده على طول الجمباز الترامبولين وهو اول سن ليه برضو تحت 9 سنين، وبعد كده الايروبيك برضو اول سن ليه تحت 7 سنين و8 سنين برضو. احلامك بقى يا كابتن الفتره اللي جايه الاولمبيات، هل احنا مثلا عندنا لاعبين جاهزين قوي ان احنا نخش الدورات دي؟ اعتقد في افريقيا طبعا وفي بطولات كبيره، هل عندنا الامكانات اللي تدخلنا البطولات دي وان احنا ننجز ونطلع برضه في مراكز اوليه على مستوى العالم ولا لسه شويه او يعني نتكلم؟ طيب احنا دلوقتي بالنسبه لنا احنا عشان طبعا لعبه جديده في النادي من 2018، دي لعبه حديثه يعني، بس الامكانيات كلها متوفره في النادي، عندنا احدث صاله تعتبر في الشرق الاوسط بالنسبه للايقاعي والترامبولين. فاحنا بنجهز فرق المنتخب مصر الفتره الجايه، يمكن تقريبا في الثلاث فروع، اذا كان ايقاعي او ترامبولين او جمباز الايروبيك. بس هي بتبقى محتاجه وقت شويه، يعني احنا محتاجين وقت احنا بنجهز فيه لعيبه، واحنا فعلا قريب يعني كمان تقريبا سنه او سنتين منتخب مصر بتاع الايقاع ان شاء الله او الترامبولين او الايروبيك هيبقى 3/4 من نادي الزمالك باذن الله. يعني في الانديه المنافسه، هل احنا بقوه ننافس معاهم بالانديه المنافسه ولا احنا برضه عشان زي ما حضرتك بتقول احنا لعبه مش قديمه حديثه في نادي الزمالك، الانديه المنافسه هل برضه بناخد عليهم بطولات او كده، او الفتره الاخيره هل احنا تفوقنا على انديه معينه هم اصلا يعني اللعبه عندهم من فتره؟ ايه بقى الانديه اللي احنا تفوقنا عليهم الفتره دي رغم ان هم ممكن يكونوا عندهم اللعبه دي بقى لفتره؟ حضرتك برضه الكلام ده مهم جدا، احنا الاعمار السنيه اللي بدانا بيها اللي هو تحت 9 وتحت 10 وتحت 11 لغايه تحت 12 سنه الحمد لله احنا واخدين اول جمهوريه. كل مرحله بنخش لان احنا بدانا مع هم في المراحل دي ما فيش مشكله، احنا بنتنافس زي بعض، بس احنا عشان امكانياتنا عاليه واقوياء، يعني نادي الزمالك بينزل بقوه غير عاديه في المراحل اللي احنا نازلين فيها، فبننزل ناخد اول. احنا بس احنا المرحله اللي بننزل فيها فاحنا بننزل فيها ناخد اول. حتى اشرقت شريف عندنا لعيبه واحده منتخب مصر هي الاولى على مصر والاولى على افريقيا. فاي مرحله فالمراحل بعد كده ما بتعلى بالتسلسل ان شاء الله يوصل منتخب مصر العدد بتاعنا كبير، لما منتخب الناشئين لما مثلا ممكن السنه الجايه يختاروا منتخب الناشئين للترامبولين او للجمباز الايقاعي هيبقى نصه، يعني اوعدك هيبقى نصه من عندنا من نادي الزمالك ان شاء الله. يعني كل التوفيق طبعا يا كابتن، وان شاء الله الزمالك ودايما احنا نكون المحرك الاساسي لمنتخب مصر ويكون دايما عندنا ولاد كتير نوردها دايما، والفايده طبعا كلها لمنتخب مصر. طبعا احنا نادي الزمالك ده في دمنا، يعني انت عارفه زملكاوي يعني زملكاوي مالهاش كلام تاني. لا مالهاش كلام، يعني نادي الزمالك بيبقى في دمنا، يعني سوري بقى ظروف النادي بنستحملها لازم وبتعدي والدنيا كويسه قوي، احنا ما بتفرقش معانا حتى ظروف النادي صعبه او كده، احنا شغالين بنشتغل عشان نادي الزمالك في دمنا يعني. بس شكرا جدا ويعني بشكرك على الكلام الجميل. لا 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 اشكرك وانا تحياتي ليك يا ولد. شكرا يا فندم. شكرا. يا خالد زي ما قال الكابتن الزمالك ده بيجري في دمنا مهما كانت الظروف قاسيه، مهما كان اللي بيمر بيه الزمالك، احنا دايما في اي حته
ننزل بتيشيرت نادي الزمالك، احنا الزمالك، احنا الزمالك وسنظل الزمالك، وهتفضل دايما الزمالك ان شاء الله رايته عاليه باذن الله بفضل كل الناس والمحبين لنادي الزمالك. بشكرك جدا يا خالد، وبالتاكيد عوده ليك مره اخرى. الزمالك ده حب من الطفوله يعني يا علا، وبشكرك شكرا جزيلا، واكيد كل الشكر للكابتن طبعا، واكيد بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. دلوقتي يلا بينا نروح على مداركم الافتراضي الشارع الابيض. اهلا بحضراتكم في الشارع الابيض. قرار انضباطي تاريخي اتخذه مجلس اداره نادي الزمالك بشان ثلاثي الفريق اللي خرج من معسكر مباراه زد اللي فاتت في الدوري، وقبل طبعا اجتماع الاداره اليوم للاعلان نتيجه التحقيق كان للشارع الابيض راي ورساله في هذا الملف. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل معاكم. رسالة حضرتك للثلاثي المستبعد صبحي وفتوح والزناد. رسالتي لإدارة الزمالك المفروض تتمسك بحقها في إن يتشتم فتوح، ورسالتي للاثنين التانيين بالسلامة، اللي مش عايز احنا مش عايزينه بألف مليون سلامة. نادي الزمالك نادي عريق ومن ويعني من الأندية الكبار في مصر والدول العربية والدول الإفريقية، ويشرف اي لاعب ان اللاعب ينتمي ليه، واتمنى ان هم يرجعوا لنادي الزمالك، يعني عاجلا يرجعوا عاجلا لنادي الزمالك، لان ما ينفعش ان يسيبوا بيتهم ويروحوا انديه ثانيه، يعني ما ينفعش. كان انت في قوانين وفي التزام، لازم انت عندك ماتش ثاني يوم، يعني المفروض انك تكون ملتزم وفايق جدا، كتنام بدري بتصحى بدري كده يعني. وطبعا كابتن شيكابالا طبعا كلمهم ان هم يرجعوا كمان، يعني قال لك بعد ما مرضوش ان هم يرجعوا كده، فقرار طبعا انا اتفق معاه كابتن عبد الواحد، قرار سليم جدا طبعا. وطبعا نادي الزمالك اكبر من اي لاعب بصراحه، نادي الزمالك هو اللي عمل فتوح، عمل محمد صبحي والزناري، مين اللي يعرف الزناري غير في نادي الزمالك؟ فمحدش يعرف طبعا اللعيبه دي غير بخلال نادي الزمالك، فنادي الزمالك لا كبير من اي لاعب بصراحه يعني. انا بقول لهم يعني النادي ما بيوقفش على حد، ايام كتير مشوا وجو الاحسن وعملنا الاحسن، فعايز اقول لهم ان ربنا يوفقهم برضه، يعني يوفقهم في مستقبلهم بعد كده، وبس يعني ان شاء الله هنعمل احسن والنادي ما يوقفش على حد زي الماتش اللي فات كده. قرار خاطئ جدا، انتوا لعيبه دوليه ولاعيبه كبار بتلعبوا في نادي كبير اسمه نادي الزمالك، نادي الزمالك هو اللي عملكم، هو اللي شهركم، فما ينفعش الموقف اللي انت خدته دوت. وقرار مجلس الاداره قرار سليم جدا، لان الزمالك عمره ما يوقف على حد. دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده اللي على السوشيال ميديا، واللي كان بيتكلم عن ما توقعاتك لافتتاح مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس العالم. تعالوا كده ناخد يعني اراء جمهورنا على السوشيال ميديا والرسائل اللي بعتوها. احمد سعد مصبح عليك طبعا يا احمد، بيقول اتوقع ان شاء الله نفوز بالماتشين ونتصدر المجموعه، وان شاء الله الفريق يظهر بصوره كويسه، لان منتخب مصر من اوائل يعني المرشحين ان شاء الله، وكل الدعم لمنتخبنا الوطني، كل التوفيق للعيبه والجهاز الفني. نروح ليونس، صباح عليك يا يونس، بيقول ان شاء الله هنقدر نفوز بالماتشين ونتصدر المجموعه والوصول لكاس العالم، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وتحياتنا ليك يا يونس. احمد صلاح صباح عليك يا احمد، بيقول ان شاء الله المنتخب يعمل اداء حلو ونتيجه ايجابيه، لان احنا بنمتلك سكواد ممتاز، اهم شيء يكون في عدل في المنتخب، والاحق والافضل هو اللي يلعب، بلاش مجاملات يعني. اكيد ده اكتر يعني حد شايفه هو مستر روي بيتوريا وجهازه الفني. رؤيا الخطيب بتقول ان شاء الله خير في الماتشين وهنكسب بعدد كبير ونتصدر المجموعه، بس اهم حاجه اللعيبه يلعبوا بروح وحماس وتركيز، وكل الدعم والتوفيق لمنتخبنا الوطني فيما هو قادم. لمياء حسن بنصبح عليك يا لمياء، وبتقول اتوقع ان شاء الله فوز منتخب مصر في بدايه مشواره في تصفيات كاس العالم، ويحقق بدايه وانطلاقه قويه، وباذن الله نفوز في الماتشين ونتصدر المجموعه، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني فيما هو قادم. واكيد بنشكر كل جمهورنا على هذه الرسائل على موقع او مواقع السوشيال ميديا الخاصه بقناه نادي الزمالك، واكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الماتشين الجايين وخلال كاس الامم الافريقيه اللي هتتلعب ان شاء الله في شهر واحد في كوديفوار. دلوقتي خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم بعديه بقى باخر فقرات برنامجنا، فقره سهم وقوس، عشان ينورنا ويشرفنا دكتور احمد شربيني دكتور العلاج الطبيعي واصابات الملاعب. بعد الفاصل دكتور احمد في نهارك ابيض. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي وصلنا لاخر فقرات برنامجنا، فقره سهم وقوس، واللي منورني ومشرفني فيها دلوقتي دكتور احمد الشربيني، دكتور العلاج الطبيعي طبعا العلاج الطبيعي واصابات الملاعب في ما يتعلق بالشق الرياضي. ان شاء الله في فقره تنال الاعجاب حضراتكم. يا دكتور احمد نهارك ابيض ومنورنا في قناه نادي الزمالك. نهارك ابيض كابتن خالد، وسعيد جدا بوجودي معاك النهارده. وفي البدايه طبعا بندعي بالرحمه لكل شهداء قطاع غزه طبعا، وبنتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ان شاء الله. طبعا يا دكتور بنتمنى ان شاء الله ربنا يذيح هذه الغمه في القريب العاجل. في البدايه بقى خلينا نتكلم معاك يا دكتور احمد، وعايز اعرف منك ايه هو العلاج الطبيعي الخاص تحديدا باصابات الملاعب. هو العلاج الطبيعي في الاصابات الملاعب يا كابتن خالد بيشكل عامل مهم جدا، لان انت بتشتغل مع المريض في شقين. اولا بتشتغل معاه سايكولوجيكال نفسي، ان انت تدعم المريض نفسي وتعرفه قد ايه الاصابه بتاعه لازم يعالجها ازاي، وان لازم يفهم طبيعه العلاقه ما بين النفس بتاعه البيشنت. يعني ازاي انا عندي مشكله دلوقتي زي الانكل سبرين، لو عندي انكل سبرين لازم اعرف طبيعه الاصابه دي ايه واعالجها ازاي، ودي اول ستيج احنا بنشتغل عليها بالظبط. طب يا دكتور انت برضو طبعا شغال في احد القطاعات الكبيره في احد الانديه الكبيره في مصر، ايه اكتر الاصابات اللي بتقابلك انت اللي بتعرض ليها اللعيبه؟ اصابات الملاعب كتيره جدا بالزبط. يعني ساعات بيبقى في اكيد بيبقى في اصابات كده متكرره بالنسبه، او يعني بتبقى حتى انتوا كدكاتره بتستغربوا انها بتحصل كل شويه باللعيبه. اصابه الانكل سبرين، التواء الكاحل، من اكتر الاصابات اللي بنشوفها كتيره في الملاعب بسبب الملاعب طبعا، لان انت عارف كل اللعيبه بتلعب على ملاعب نجيله صناعي بالظبط. فبالتالي هل ده برضه يا كابتن احمد ليه دور ان انا العب على نجيل طبيعي او نجيل صناعي؟ بتفرق معايا انا؟ بتفرق في حاجه يا كابتن، ان انا الاول لازم اعرف ان انا لو هلعب على نجيل صناعي فبالتالي لازم البس الشوز الخاص بالنجيل الصناعي بالظبط، ولو هلعب على نجيل طبيعي لازم البس الشوز الخاص بالنجيل الطبيعي، لان ده بيفرق كتير جدا. ملاعب النجيله الصناعي بتبقى صلبه شويه، فالاصابات بتنزل جسمك اللود كله بيبقى ستريس بالظبط، فبيسبب اصابات رخمه جدا بالظبط. طب يا دكتور مراحل العلاج الطبيعي اكيد بتختلف من لعيب للتاني، واكيد لو انا تعرضت لنفس الاصابه وانت تعرضت لنفس الاصابه ممكن تبقى انا استجابتي في الشفاء من الاصابه اسرع منك او اقل منك، دي برضو بتختلف ما بين لاعب والتاني اكيد. طبعا يا كابتن دي بتختلف على حسب الريكفري الاستشفاء بتاعه الجسم. طبعا البلان اوف تريتمنت خطه العلاج اللي بنحطها بتختلف على حسب كابتن خالد او على حسب سي لاعب معين. ليه؟ لان الاستجابه بتختلف، استجابه اللاعب ده غير استجابه اللاعب ده، وعلشان كده في بعض الاحيان بعد ما بنحط البلان اوف تريتمنت بنبدا تعمل موديفيكيشن تعديل لخطه العلاج، لان في بعض الاحيان الاستجابه بتاعه المريض بتبقى بطيئة. اسرع لا ساعات بتبقى بطيئه وساعات بتبقى سريعه، يعني ممكن الاستيج اللي هو يجيبها في اسبوع ممكن يجيبها في اربع ايام، فبالتالي ببدا انقل على الاستيج اللي بعدها بالظبط. طب يا دكتور احنا بنشوف يعني بعض اللعيبه بتتكرر بالنسبه لهم الاصابه، بتبقى هي نفس الاصابه بتتكرر مره واثنين، يعني لعيبه كتيره في الدوري المصري مثلا بيجي له رباط صليبي ممكن ينزل يوم جاي له تاني، فده بسبب ايه؟ عارف يا كابتن هي بتختلف، هي ثقافه لاعب، يعني اللاعب بيبقى دايما في مرحله الاصابه، عشان كده لسه بقول لحضرتك الجانب النفسي جانب مهم جدا. اللاعب طبعا مصاب وشايف اللعيبه بتلعب، فانا بالتالي عايز ارجع بسرعه، ففي خطه العلاج بتبقى سريعه بالظبط، ما بتاخدش وقتها، ما بقويش كويس، ما بشتغلش سترينسنج كويس. قصدك على التاهيل بقى، مرحله التاهيل ومرحله العلاج الطبيعي اهم حاجه. علشان كده اللعيبه انا بنصح كل لاعب ان هو دايما لما تجيله الاصابه ما يفكرش ان هو يرجع بسرعه، لا افكر ان انا اعالج نفسي صح، عشان على المستوى اللونج تيرم ان انا اعالج نفسي ما تجيليش تاني، لان معظم اللعيبه اللي بيجي لها انكل سبرين بيتعاملوا مع الانكل سبرين ده على انه صداع اسبوع واعمل رباط. لا هي اصابه خطيره جدا، لكن اصابه خطيره جدا ولازم اعالجها كويس جدا ولازم اقوي كويس جدا بالتالي عشان اكمل، لان دايما انت استثمارك في صحتك بالظبط، استثمارك انت لاعب كوره وحمل جسم كله يا دكتور بيبقى على انكل رجلك يعتبر في الملعب يعني هو الانكل والني جوينت يعني بالظبط الاثنين يعني بالظبط. طب لو عايز اسالك بقى الفرق بين العلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي. بص يا كابتن انا مقتنع بحاجه، يعني الميديكال تيم هو سيركل، دكتور العظام مع العلاج الطبيعي مع اخصائي التدليك مع اخصائي التأهيل كله فريق عمل كله واحد. فريق عمل واحد، ما ينفعش انا اشتغل لوحدي من غير طبعا دكتور العظام من غير اخصائي التأهيل بالزبط. بالتالي احنا بنقعد كلنا بنحط البلان اوف تريتمنت خطه العلاج، وعشان كده يا كابتن اهم حاجه التشخيص، اهم حاجه التشخيص، لازم اشخص صح
عشان خطه العلاج تكون بعد كده سهله. لان في بعض الاحيان بنشخص حاجه ونرجع نعمل موديفيكيشن تاني بسبب التشخيص. فعشان كده التشخيص اهم حاجه. بعد ما بنشخص بنقعد نحط البلان اوف تريتمنت، بيجي جزء العلاج الطبيعي طبعا، بنشوف الساين والسيمتومز اللي موجوده اللي بيشتكي منها المريض، وبنبدا نحط البلان اوف تريتمنت. هنشتغل مثلا لو في انفلاميشن، في مشكله في الرينج اوف موشن، المدى الحركي بتاع المفصل، كل طبعا كل ده بيبقى حسب الاصابه. بعد طبعا ما بتعدي مرحله او الستيج بتاعت الفيزيوثيرابي، بنبدا ندخل في مرحله التاهيل. طبعا بنقعد مع اخصائي التاهيل، طبعا هو بيبقى على علم بالاصابه وعلى علم ايه الماسلز اللي هيبدا يشتغل معاها وايه العضلات اللي هيبدا يعمل لها سترينسنج وتقويه. بالظبط. طب يا دكتور، مراحل العلاج الطبيعي بالنسبه للاصابات المعينه، يعني دلوقتي ممكن اجي لك يا دكتور والله انا عندي اصابه مثلا في القدم، عندي اصابه في الظهر، فلازم يعني العمليه دي يعني بتتاخد انت او بتدي فيها قرار بناء على ايه؟ يعني في ناس تقول لك لا طب انا اعمل علاج طبيعي الاول ولو ما جابش نتيجه. انت عارف الناس بتبقى دايما خايفه من موضوع العمليات ده. على فكره يا كابتن السؤال ده سؤال كويس جدا. اولا ده السؤال اللي انا كنت لسه مجاوب حضرتك عليه، ان انا التشخيص ده اهم حاجه. لازم الاول اروح فين؟ هو المريض بيبقى قاعد يلف، اروح لدكتور العلاج الطبيعي شويه فيقول له لا ده احنا هنعمل 6 جلسات، وبعد شويه المريض ما بيتحسنش او بيتحسن جزء لحظي ويرجع تاني يستب. فانا عشان كده لازم اول حاجه التشخيص، لازم اعمل الانفستيجيشن بتاعي يعني سواء الاشاعات الاول عشان اعرف ايه المشكله، ايه السبب اللي عامل الالم ده او ايه اللي قافل المدى الحركي ده. بعد المشكله دي ابدا دكتور العظام بيبدا يحط التشخيص بتاعه، وعلى اساسه بيجي البروتوكول واللي بيحطه دكتور العلاج الطبيعي. بنبدا طبعا بتجيلنا الكيس، هل هو مثلا عنده زي ني كونتروماليشيا مثلا، التهاب في عظمه النمو او في مركز النمو، ببدا احط البلان اوف تريتمنت بتاعي. طبعا العلاج الطبيعي دلوقتي اختلف عن زمان كتير جدا، حصل تطور كبير جدا في الاجهزه وفي المعدات والمانيوال ثيرابي. يعني المانيوال ثيرابي العلاج اليدوي ده بقى بيجيب نتائج هايله جدا يا كابتن خالد. بالظبط، يعني وده اللي بكلمك فيه. في ناس بتلجا يعني اول حاجه يا دكتور يعني عشان تتجنب بقدر الامكان اللي هي تعمل عمليه، بتقول لك طب انا اعمل علاج طبيعي. حتى خد بالك لو انت كدكتور مش مقتنع، بس هو المريض انت فاهم بيبقى جاي عنده حاله من الخوف من العمليه، حاله خوف، وطبعا بيبقى عبء مادي عليه جدا. بالزبط. يعني برضو ان انا هعمل عمليه ولا اعمل علاج طبيعي يجيب نتيجه معايا. وعلشان كده دايما انا يعني بنصح العمليه دي بتبقى اخر ستيب انا بلجا لها. بس اكيد يا دكتور في عمليات يعني لازم في اصابات. بالظبط، في اصابات لازم يتعمل لها عمليه من دي وان. ما اكيد واحد مثلا كاله كسر اكيد لازم يخش يعمل شريعه ومسامير. يعني في ناس يا دكتور زي ما انت عارف، في ناس مثلا الناس العاديه، مش هقول لك الناس اللي بيمارسوا رياضه كوره او يد او ناس يعني الرياضيين، لا في ناس عاديين مثلا عنده غضروف في رجله وبيتعايش بيه عادي. انا عايز اقول لك يا كابتن، التكنولوجي ساعدنا الفتره اللي فاتت كتير جدا. يعني دلوقتي انت عارف ان معظم اللعيبه بقوا بيعملوا جيناتيك دي ان اي تيست. الجيناتيك دي ان اي تيست ده بيساعدك ان انت تعرف كل حاجه عن الجسم اللي انت بتتعامل معاه. بالظبط. يعني كتغذيه، كنيوتريشن، كماسلز، كعضلات، ايه هو هيتصفى اني عضله. فبالتالي بقيت من انت من اول الموسم عارف مثلا سي اللاعب كذا عنده مشكله او شورتنينج في ماسل معينه، فانا محتاج ان انا طول الموسم اعمل استريتشنج كويس، لازم اقوي العضلات دي كويس. فهو يعني التكنولوجي ساعدنا كتير جدا طبعا. وكل لعيبه دكتور اكيد يعني حضرتك اكيد بتبقى حاطط في خطتك ان كل لعيب بيبقى ليه برنامج غذائي خاص بيه، عشان كل لعيب مثلا معدل الحرق عنده غير اللعيب التاني، فانا ممكن احتاج كميات اكتر. صح. او اقل من اللعيب التاني. برضه حاجه مهمه، نقطه مهمه طبعا يا كابتن. الاول ما كناش عندنا القدره ان احنا نعرف دي بكل التفاصيل الصغيره دي. دلوقتي الجيناتيك دي ان اي تيست اداني كل المعلومات اللي انا اقدر اعرفها. يعني مثلا هو عنده حساسيه من حاجه معينه، عنده المناعه بتاعه اخبارها ايه. بالزبط. معدل الاستشفاء عنده في الاصابه ده ساعدني جدا ان انا اعرف ان هو هيرجع بدري ولا هيتاخر. بالظبط. طب يا دكتور العلاج الطبيعي بقى بيبقى من امتى؟ من بعد ما يعني الانسان او الشخص يتصاب باصابه معينه؟ السؤال ده بتساله كتير يا كابتن خالد. والفكره في حاجه، الفكره ان الناس بتفكر ان العلاج الطبيعي انا جات لي الاصابه لازم اقعد في البيت اريح اسبوع مثلا وبعد كده اعمل علاج طبيعي. بالظبط. للاسف العلاج الطبيعي من دي 1، ولو هتعمل عمليه فانت لازم تعمل قبلها علاج طبيعي. ليه؟ لان انا دلوقتي مثلا لو هعمل عمليه زي عمليه الاي سي ال، عمليه رباط صليبي مثلا، طبيعي ان انا لازم محتاج ان انا اقل حاجه من 6 اسابيع لازم اعمل تقويات كويس جدا واعمل فيزيوثيرابي كويس جدا. ليه؟ لان كل يوم بعمل فيه علاج طبيعي قبل العمليه قصاده بالظبط اسبوع بعد العمليه. بالظبط. لانه بيسهل عليا كتير جدا. اولا لو في التهابات بتقلل التهابات بعد العمليه، بتقل جدا العضلات الضعيفه، بتبقى طبعا بتبقى مش بتفقد نفس المسل باور بتاعت اللي قبل العمليه. فكل ده يعني العلاج الطبيعي يا جماعه بقى اسلوب حياه، اسلوب حياه لازم نهتم بيه جدا جدا جدا. طب احنا يا دكتور لو هنتكلم على لعيبه الكوره، احنا بنشوف دايما في الماتشات اللعيب مثلا لو اتصاب اي اصابه تلاقي تلجأ على طول
بيفهم على الدكتور اللي نازل الملعب. فالتلج برضو دي حاجه في ناس برضو فاهمها غلط، يعني في ناس اكيد انت في اصابات معينه بس بيحتاجها التلج، فعايزك برضو توضح عشان في ناس يعني اللي هو ايه بيستخدموا التلج على اي اصابه، يقول لك اي اصابه تلج، فده اكيد مش مظبوط. التلج معمول لحاجات معينه، هي دي الفكره. بص يا كابتن، احنا لازم نفرق امتى ان انا استخدم الكولد يعني التبريد بالزبط، وامتى استخدم الهوت. في فرق كبير ما بين الاثنين، والناس بتشوف الدكتور مثلا او حد نازل بكيس تلج. على فكره احنا دلوقتي بنعالج بالتلج الكرايوثيرابي. التبريد ليه دور كبير جدا جدا على الانفلاميشن، على الالتهابات. حتى لو يعني جبت اي مرهم هتلاقي ان هو برضو بيستخدم تقنيه التبريد. التبريد ليها تاثير جامد جدا جدا على تقليل الانفلاميشن، الالتهابات اللي بتحصل ساعه الاصابه، وهي دي اهم حاجه. ان انت لو يا دكتور الاصابه طبعا بالزبط. ان انت ساعه ما تحصل الاصابه لازم تستخدم التلج. ولكن انا النهارده مش هيبقى مثلا في جرح او حاجه واحط عليه ايه ميه سخنه مثلا، لازم افرق امتى استخدم الهوت وامتى استخدم لو في حاجه لو في حاله من التورم سواء في القدم او في الايد، ده لازم التلج يبقى اساسي. ما ينفعش ميه سخنه خالص لان انا عندي انفلاميشن التهاب بالظبط، وبالتالي لازم استخدم حاجه تعمل كولينج افكت ان انا اقلل الانفلاميشن. وعلى فكره كابتن خالد، معظم الاجهزه يعني احنا دلوقتي بنستخدم جهاز التبريد الجيم ريدي مثلا، ليه؟ عشان نقلل الالتهاب اللي موجود ونحسن من الريكفري اللي في المصل. بالظبط. طب انت يا دكتور اكيد كدكتور مثلا حضرتك مختص اكيد في الاصابات الرياضيه مع لعيبه الكوره، اكيد بيبقى في تنسيق بينك وبين مدرب الاحمال اللي موجود بيبقى موجود في الفرقه. فبرضو عايز اعرف برضو انت بيبقى اكيد ليك وجهه نظر، وليه وجهه نظر في الحمل او التدريبات اللي بيديها للعيبه عشان ما يحصلش اصابات. فاكيد بيبقى في كلام وبيبقى في تنسيق ما بينك انت كدكتور للفريق وما بين اكيد مدرب الاحمال. طبعا يا كابتن في اي اصابه لازم بيبقى في اجتماع بنقعد، سواء مثلا لو قلنا مثلا لعيب عنده مزق في العضله الخلفيه، فبالتالي عمره ما هيبدا ينزل الملعب بنفس درجه الحمل اللي اللعيبه بتتمرن فيه. بالظبط. فبالتالي دايما بنقعد مع مخططين الاحمال وبنقعد مع اخصائي التاهيل اللي موجود بالفرقه عشان نحط البلان، خطه العلاج اللي هيرجع بيها. طبعا تدريجيا المزق او العضله بتكون ضعيفه، فبيبقى خلص مرحله الفيزيوثيرابي العلاج الطبيعي وتبدا مرحله التاهيل. ففي مرحله التاهيل دي مرحله حرجه جدا لان العضله بتبقى لسه ما اكتملتش، يعني ما حصلش التئام كامل او العضله ضعيفه. فبالتالي لازم ان انا اقعد مع مخطط الاحمال بحيث ان احنا نرجع تدريجيا في خطه الايه العلاج اللي هيرجع ليها، بحيث التقويات المصل انديورنس القوه يعني كل شيء بنقعد نجتمع ونشوفه. يعني كنا بنشوف يا دكتور السنين اللي فاتت وممكن لحد دلوقتي يعني بعض الرياضيين بعد ما بيعملوا العمليه هنا في مصر بيسافروا بره عشان يقول لك التاهيل بره احسن، الاماكن بره احسن، الاجهزه احسن. فعايزين نعرف ليه يا دكتور، وايه السبب في ده يعني؟ والله كابتن انا بشوفها ثقافه اكتر يعني على فكره ما هو ناس كتير جدا في قطاع الناشئين بيعملوا عمليات رباط الصليبي في مصر وبيرجعوا الملاعب عادي جدا. عندنا دكاتره هنا ودكاتره بسم الله ما شاء الله، يعني مصر يعني الدكاتره بتاعها معروفين. هي الفكره يعني هي بتبقى ثقافه وسيستماتيك اكتر، يعني الموضوع بره بيبقى سيستماتيك، يعني انت بتخش مكان واحد. انت عايز تقول نفسيا سايكولوجيكال، ده اللي انا كلمتك فيه في بدايه الحلقه. وغير كده المكان بيبقى سيستماتيك اكتر كابتن خالد، انا هنا يعني بقعد الف شويه اخلص مع دكتور العظام اروح العلاج الطبيعي وارجع. قصدك بيبقى في مكان واحد زي بره في كل حاجه، في كل حاجه من A to Z، فده بيبقى مريح البيشنت يعني نفسيا اكتر. يا دكتور عندنا في مراكز اتطورت بشكل كبير جدا هتقنع بقى اللاعب هيقول لك لا اصل انا اروح بره اعمل زيه، اصل انا شفت حاجه معينه عايز اعملها. فانا عشان كده اهم حاجه نفسيه اللاعب، لان هو النفسيه دي يعني 90% من العلاج. انت عرفت اصابتك ونفسيا كويس والدنيا تمام، يعني خلاص ده يريحك احنا معاك فيه يعني. ليه دلوقتي يا دكتور احدث الطرق او الاجهزه اللي موجوده اكيد بتفيدك انت كدكتور في موضوع العلاج الطبيعي بالنسبه للاصابات؟ والله يا كابتن هو حصل يعني اكيد الدنيا اتطورت يا دكتور احمد عن السنين اللي فاتت، يعني كل يوم في تطور اكيد، وكل يوم في تطور وتقدم خاصه في مجال الطب الرياضي. والله يا كابتن الفتره الاخيره حصل تطور كبير جدا في الاجهزه بتاعه العلاج الطبيعي جدا، وحصل تكنولوجي جديده ساعدتنا جدا ان احنا نرجع العيب بدري. يعني تكنولوجي الماجنتيك فيلد وتكنولوجي الجيم ريدي والتبريد والتكنولوجي ده يعني خلانا بدل اللاعب مثلا ما بيقعد شهر، لا بقى بيقعد 3 اسابيع وبيقعد اسبوعيا. فمجال العلاج الطبيعي بقى مجال عالمي وحصل فيه تطور بشكل كبير، ودايما لازم دكتور العلاج الطبيعي يكون ابديت بكل التكنولوجي الجديده والمدارس الجديده، لان طبعا العلاج الطبيعي مش اجهزه بس. الناس مفكره ان انا اخش العلاج الطبيعي بقى المريض جاي يقول لك انا هعمل الترا ساوند، هعمل اللمبه الحمراء، لا الكلام ده ما عادش موجود خالص. النهارده المانيوال ثيرابي يعني العلاج اليدوي ده
80 و90% من الجلسه، ازاي ان انت ترجع المفصل، وازاي ان انت يعني تعمل حركه معينه ان انت تقلل وتفتح المدى الحركي. فالعلاج الطبيعي عكس اللي موجود في ذهن الناس من زمان جدا يا كابتن خالد. لكن نقدر نقول يا دكتور ان الدنيا اتطورت عندنا في مصر بشكل كبير جدا. يعني احنا من ناحيه العمليات وبرده من ناحيه الاماكن المخصصه والمجهزه بكل الاساليب وكل الاجهزه الموجوده عشان تبقى مفيده بالنسبه للمصاب وهو بيتاهل. طبعا يا كابتن حصل تطور كبير جدا، ويعني ما عدناش محتاجين ان احنا نسافر بره، يعني التكاليف كبيره اللي احنا بندفعها عشان نتعالج بره، لا احنا ممكن نتعالج في مصر، وفي دكاتره كبيره جدا في مصر بتعمل العمليات دي، ويعني نتيجه هائله جدا، مش محتاج ان انا اسافر يعني بجد. واحنا طبعا عندنا دكتور احمد لعبنا طبعا لعيب منتخب مصر احمد حجازي. أوه. يمكن زي ما انت اكيد تابعت وشفت، هو جاله رباط صليبي في شهر 4 ورجع بعديها دلوقتي بخمس شهور. هل الناس دي صح واحنا اللي غلط ولا لا؟ ده اللي انا بقوله. ونزل كمان التمرين من يومين، احنا هنا انت عارف اللعيب بيقول لك 9 شهور وبيدخل ساعات لعيب بيدخل على السنه، فدي برضه يا دكتور من الحاجات اللي الناس بتشوفها يعني حاجات غريبه. طب ليه احنا مش يعني هل الناس بيعملوا ايه بره زياده عن هنا؟ والله يا كابتن يعني انا شايف الموضوع برضه لحاجه ثانيه، ان انا في الاول هو ده اللي انا بقول لك عليه، هو معدل المنتال بتاعه الفكري بتاعه ان انا ارجع بسرعه ده هو قايم عليه، هو نفسيا مستعد لكده، هو بيساعدهم ان معدل الاستشفاء عنده يبقى سريع ويرجع اكتر من الاصابه بتاعه، وبرضه بيتحط بروتوكول هو بيمشي عليه بالظبط. هنا المريض برضه يا كابتن الثقافه ما يعني تقول له اعمل التمرين في البيت يجي لك تاني يوم يقول لك انا عملت التمرين، وهو اصلا ما عملوش. ليه؟ ما هو بيبان، لان هو عمله نص نص بس او نص نص، فبالتالي الحاجات دي بتبان. فثقافه عشان كده بقول لك هي حاجتين، العامل النفسي والثقافه بتاعت اللاعب. اللاعب اصلا يقول لك يا عم عادي، يعني ايه المشكله عندي انكل سبرين، ما انا اهم حاجه العب الماتش عشان الكابتن عايزني. لا، انت لازم انت اللي تخاف على نفسك، لازم انت اللي تقول للكابتن لا انا مش هنزل. علشان كده انا بيعجبني ثقافه الناس المحترفه بره يا كابتن، اي حاجه بتجيله يعني لحاجه صغيره يعملها حاجه كبيره جدا، وده الصح. ليه؟ لان هو عارف ان صحتي هي دي اساسي، هي دي انا عشان ابقى لعيب بروفيشنال لازم اعمل استشفاء كويس، لازم احس باي وجع اروح للدكتور على طول اعمل الحاجات المطلوبه مني عشان اعرف ايه الاصابه، ولو هريح اريح ليه؟ عشان استمر. هي الفكره مش ان انا ابقى جامد قوي في ماتش او لا، الاستمراريه ان انا اكون على مدار السيزون هو انا عملت كام ماتش كويس، اتصبت كام مره، لان انت عارف الانديه دلوقتي يا كابتن خالد كلها بقى في فايل طبي لكل لاعب. بالظبط. اتصاب في العضله الخلفيه 5 مرات، فبالتالي انا باجي في اخر السيزون اللاعب ده مش في هيستوري اللاعب يا دكتور، لو الاصابه اتكررت في نفس المكان اكتر من مره دي طبعًا. بقى بتبقى طبعا بنقعد نشوف ايه السبب، يعني ايه السبب. ودلوقتي اصلا اي لاعب محترف بره ما هو بياخد تقارير من النادي الحاله الصحيه للاعب ده. بالظبط. فهو يقول لك انا اشتري لاعب مثلا معلش حالته اتصاب كتير جدا ليه؟ ما هو مش هيجي عندي يعمل ايه؟ بالظبط. فالموضوع بقى لازم نهتم بصحتنا، لان الرياضه دي يعني حاجه مهمه جدا، ولازم اهتم بتماريني، لازم اهتم بالتغذيه، النوم مثلا. لو جينا اتكلمنا النهارده كابتن خالد عن الريكفري، اي دكتور بيقول لك اهم حاجه تدي جسمك الراحه والقدر الكافي من موضوع النوم ده بالذات. مظبوط جدا، عشان كده باجي اتكلم مثلا على الريكفري. الريكفري دي سيركل مش حاجه واحده، ان انا اعمل مساج لا، ما انت لو عملت مساج وما اكلتش كويس وما نمتش كويس يبقى انا ما عملتش اي حاجه. فالريكفري هو لازم انام كويس، لازم اعمل جلسات الاستشفاء بتاعي كويس واحافظ عليها باستمرار، وامتى يكون الحمل عندي عالي فانا محتاج ان انا اعمل مساج اجد ريد كل اللاكتيك اسيد والويست برودكت اللي عندي. يعني الفكر لازم يتغير، فكر اللاعب بجد لو هو عايز عقليه زي ما انت عايز تقول عقليه. وشفنا برده دكتور احمد بكيه ابراهيموفيتش رجع بعد 4 شهور وهو عنده 39 سنه، فعايز اقول لك برده ان السن بيفرق. هو برضه يا كابتن خالد، ما احنا لما بتعالج واحد عنده 10 سنين غير ما تعالج واحد عنده مثلا 30 سنه. وده اللي عايز اكلمك فيها دكتور، اكيد في فرق بين الاصابات اللي بيتعرض لها سواء اللاعب الكبير او الناشئ او حتى اللعيب اللي في البراعم. اكيد كل واحد يبقى ليه وقت معين، وكل واحد بتختلف مده اصابته والوقت اللي بياخده عن يعني، عشان كده بقول لك السن ما بيختلف اكيد الاصابات وقتها بيختلف. طبعا يا كابتن دي بتبقى لها علاقه بالجيناتكس الدي ان اي والعمر عامه يعني. فبالتالي ان انا طبعا لو عندي لاعب في البراعم اكيد لو عنده كسر وهيلتئم مثلا في اسبوع لو حسب درجه الكسر، في على العكس لو هو اكبر سنا هيقعد شويه، يقعد 3 اسابيع. فطبعا العمر بيأثر بشكل كبير على الاصابه بتاعي طبعا. بس هل البراعم يا دكتور قابلت قبل كده براعم بقى في سن مثلا ان هم 10 سنين 11 سنه 12 سنه اتعرضت او شفت اللي هم فيه لعيب بيتصاب باصابات عضليه زي اللعيب الكبير؟ انا شفت يا كابتن لاعب 2011 جاله رباط صليبي. ده ازاي بقى؟ يعني دي حاجه غريبه جدا. يعني اولا جسمه كان
مش كويس. يعني بنيانه الجسماني ما كانش ستريس قوي، وحصل ان هو دخل في اللاعب وحصل تويست في الركبه، فدي من يعني من الاصابات اللي بجد. هي الفكره مش في اللاعب كمان، في الاسره بالظبط. انت تقنع ان واحد مثلا مواليد 2011 ان هو يعمل عمليه اوبريشن، وعمل عمليه في مصر ورجع يلعب تاني، ويعني الحمد لله. دي برضه دكتور بتبقى حاجه يعني ليه علاقه بالتغذيه، انت بتتكلم على يعني الوالد او الوالده لازم بليهم دور كبير جدا، مش اللي هو اي اكل ياكله وخلاص، لا لازم طالما انت لاعب بتمارس رياضه المفروض تمشي مع دكتور او تمشي مع دكتور تغذيه حتى، اللي هم موجودين عندنا في مصر يعني، ويمكن يعني اشطر دكاتره تغذيه موجودين عندنا في مصر. دي برضه بتبقى حاجه مهمه جدا جدا يا دكتور، كتير من الناس يعني ما بيحطهاش في الحسبان كده زي ما بيقولوا. يا كابتن ده الفكره في حاجه، انت بيجي لك لعيب بيشرب بيبسي وينزل الملعب، يعني هو فكرك مفاهيم مغلوطه كلها. انت عايز تبقى لعيب كوره ازاي؟ يعني ازاي تاكل اندومي مثلا وهنزل هلعب كوره؟ طب لا، انا التغذيه دي رقم واحد، يعني ما ينفعش اكل قبل منزل التمرين اقل حاجه ساعتين، واكل حاجه تديني باور، لازم اخد حاجات فيها مغنيسيوم كويس عشان الاستشفاء، لازم بعد ما اخلص تمرين لازم اخد حاجه فيها فيتامين سي عشان الاستشفاء بتاعي يكون كويس. فالتغذيه رقم واحد، تغذيه ونوم وتمارين، هعمل حاجه من دول واسيب الباقيين يبقى انا مش بعمل حاجه كويس جدا بالزبط. وعشان كده هم بره كويسين جدا في موضوع التغذيه، وبيدققوا جدا في الاكل والسعرات الحراريه، واكل ايه الساعه كام. يعني يا كابتن احنا هنا بنفطر الساعه كام؟ اثنين الظهر. اليوم اليوم هنا كل واحد بالظبط هم هناك بيصحوا يفطروا بدري ويتغدوا وجبه الغداء الساعه واحدة. فالنظام الغذائي المواعيد كمان المواعيد مهمه جدا. وان انا بيقول لك انا بنام، تيجي تساله انت بتنام الساعه كام، يقول لك نايم الساعه واحدة بالليل وعملت احسن ماتش. طب ازاي؟ هو مش شرط بالزبط. يعني احسن معدل للنوم انت لازم تيجي عليك الساعه 9 10 نايم، اصحى بقى الفجر وافضل صاحي عادي جدا طالما انت بتمارس رياضه، وخاصه لو رياضه دكتور زي كره القدم او الباسكت او الهاندبول، حاجات اللي كلها فيها يعني قدر كبير من المجهود والالتحامات، لازم تدي جسمك حقه طبعا. وعلى فكره يا كابتن انا برضو يعني الفتره اللي فاتت حصل تطور جدا في الثقافه، يعني اللاعب النهارده يعني بشوف لعيبه كتير. بس دكتور برضو مش عايزين نقول اللي يعني مش كله، ما لسه اقول لك بقى يا كابتن، لسه اقول لك النهارده انا بقيت فرحان جدا اما بيجي لي في العياده عندي يعني ناس صغيره جدا، يعني مواليد 2007 و2006 و2007، بيهتم جدا بجلسه الريكفري، بيهتم جدا ان هو يعمل جلسه العلاج الطبيعي بتاعه. يعني حصل طفره، الناس ما كانتش فاهمه ايه هو العلاج الطبيعي، مش فاهمه ايه هو الريكفري. لا النهارده الناس بتدور، الناس بقت عايزه تعمل ريكفري، الناس عايزه تعمل استشفاء، الناس بقت بتروح لدكتور التغذيه، الناس النهارده بتدور على الكابتن واروح الجيم. فبجد انا يعني ببقى مبسوط جدا لما بيجي لي العياده واحد لاعب وهو جاي من نفسه، يعني مش باباه اللي بعته ولا مامته، لا يقول لي عشان انا عايز ابقى زي مثلا حد معين بالظبط. فده حصل طفره كبيره جدا الفتره اللي فاتت في الثقافه والمنتاليتي بتاعه اللاعب المصري، وده انا كنت سعيد بيه جدا ان انا بشوف حاجه زي كده في مصر، لان انا بجد ببقى فخور جدا ان اي حد من المصريين بيحترفوا بره مصر. وعندنا امثله كتير جدا، يعني عندنا كابتن عمر خضر، وعندنا كابتن محمد هيثم، وعندنا موفق، ناس كتير جدا محترفه النهارده بره مصر بالزبط. انا ببقى فخور جدا بحاجه زي كده بالظبط. طب يا دكتور لو عايز اكلمك برضو، زي ما انا بقول في الرياضات اللي هي بتبقى فيها برضو قدر كبير من المجهود والالتحامات زي رياضه كره السله او كره اليد، اكيد برضو دكتور بيبقى ليهم يعني كل لعبه بيبقى ليها اكيد برنامج خاص، سواء بالحمل البدني ما بالتنسيق مع مدرب الاحمال، او حتى انت كدكتور للفريق في يعني لو هنقول مثلا في فتره الاعداد. ده مظبوط جدا يا كابتن، اولا احنا كل لعبه وليها حاجه خاصه بيها بالظبط، يعني مش عايزين نقول البرامج بتاعت الكوره هي بتاعت الباسكت هي بتاعت اليد. يعني لو جيت كده مثلا قارنت مثلا حد بيلعب تنس وحد بيلعب كوره، اول اللي بيلعب تنس ده اصابه شهيره التنس قلبه بتيجي لمعظم اللي بيلعب تنس، فانا بالتالي لازم في الخطه اللي انا احطها في بدايه السيزون لازم اقوي جدا المسلز بتاعه الايد، لازم اهتم جدا بالبنيان بتاع الشولدر، لان هو انا بلعب بايدي ولازم يكون في ستاتيك كونتراكشن قوه في الرجل، على عكس لاعب كره القدم انا ببدا في اول الموسم اعرف او اشوف اللاعب ده لان انا عندي داتا وبشتغل عليها، بعرف اللاعب ده ايه المشكله عنده، في مشكله في السرعه، في مشكله في ماسل ويكنس في عضله معينه محتاج ان انا اشتغل عليها، فكل ده بيبقى طبعا داتا محطوطه وبنبدا نشتغل عليها ونطورها لحد ما نوصل ان اللاعب يكون البرفورمانس بتاعه 100% بالظبط. طب يا دكتور لو عايز اكلمك الاجهزه، اكيد في اجهزه يعني انت اكيد يعني جهاز دائم معاك اللي هو انا اكنه ما بشيلوش من جيبي، ده
اكيد في اجهزه مهمه دلوقتي بقت تستخدم في موضوع العلاج الطبيعي والتاهيل من الاصابات. والله كابتن يعني الاجهزه كتير، بس طبعا جهاز الاي ام اس او التحفيز الكهربائي ما فيش اي دكتور مش معاه جهاز الاي ام اس. بالظبط، انا عايز اكلمك على كده بالظبط، في يعني لازم في جهاز معين ده اساسي، جهاز الاي ام اس، لان دايما معظم الاصابات كلها بيحصل ويكنس، ضعف في المصل والليجمنت، فانا بالتالي في اول ستيج مش محتاج ان البيشنت يعملها اكتف، يعملها باسيف، فبستخدم طبعا جهاز الاي ام اس، النبضات الكهربائي، ان انا احسن من وظيفه العضلات واول مسلز والليجمنت. بالظبط. طب يا دكتور، قابلت قبل كده بقى في موضوع البراعم برضه، هل حد مثلا جاله خلفيه، حد جاله ضمه، حد جاله اماميه، الحاجات اللي احنا نشوفها في اللعيبه الكبيره؟ كتير جدا، وده بسبب بقى؟ ما هو ده بسبب ضعف العضلات يا كابتن. اللعيب يبقى عنده 9 سنين و10 سنين يا دكتور والعضله لسه ده يا كابتن انا بقول لحضرتك بجد، الواحد بقى بيشوف اصابات غريبه، وده بسبب ان احنا يعني السيركل بتاعنا بقى فيها حاجه غلط. يعني عايز اقول لك على حاجه، كانت النهارده انت بيجي لنا ناس، يعني سيبك يعني مش هقول في الكوره مثلا، واحد عنده 17 سنه وبيشتكي من مشكله في الرقبه، ليه؟ بسبب الموبايل والقعده الغلط والمذاكره الغلط، فالموضوع بقى اكتر من الكوره كمان. النهارده بقينا بنشوف اصابات كنا نشوفها في واحد عنده 35 سنه و40 سنه، بقينا بنشوفها في واحد عنده 18 سنه، ليه؟ بالزبط. من الباد بوزيشنز والتكنولوجي دخلت احتلتنا، بقينا سايبين نفسنا ليها، نقعد قدام الموبايل وكل واحد سايب ابنه قدام الموبايل وباد بوزيشن قاعد، فبالتالي بيحصل مشاكل جامده احنا ما كناش نسمع عنها دلوقتي. بالظبط. فهي الموضوع اختلف يا كابتن، وعشان كده انا بنصح اي حد ان هو دايما لازم ينظم حياته، ما يخليش التكنولوجي هي اللي تسيطر عليه زي ما بنقول يعني. يعني انت عايز تقول ان برضه يعني العائله بيبقى ليها دور مهم جدا مع سواء الطفل بقى والبرعم او حتى اللاعب الناشئ اللي بيبقى موجود في قطاعات الناشئين في الانديه، سواء بقى في كوره، في باسكت، في يد، في اي رياضه بيمارسها، في اي حاجه، هو العامل من الفاميلي، من العيله كلها، لازم الاب والام يكون محافظه جدا على كل التفاصيل الصغيره، عشان طبعا اي واحد هو عايز يبقى بروفيشنال، عايز يبقى رقم واحد. رقم واحد دي يا كابتن مش سهله. بالظبط، مش سهله خالص. النهارده عايز مش هنام متاخر وابقى رقم واحد اقول اللي هو ربنا يكرمني، هو اكيد ربنا هيكرمك، بس انت لازم تجتهد، لازم مفيش اي حد احترف وتدي كل حاجه حقها يا دكتور، هي دي، ولازم اعرف انا هعمل ايه كويس. بالظبط. فانا عشان كده يا كابتن دايما لازم بنصح لاي حد، اهتم بكل تفاصيله صغيره، لان مجموعه التفاصيل الصغيره دي هتتجمع مع بعض، هتخليك شخص ناجح، هتخليك حد بروفيشنال، هتبقى فخور بنفسك قد ايه انت تعبت ووصلت اللي انت فيه ده النهارده. طب ازاي يا دكتور اقدر استخدم العاب القوة في موضوع التأهيل الرياضي؟ يعني احنا بنشوف ساعات ناس مثلا في الميه، في الجاكوزي، بيعملوا زي حاجه كده، اكيد حضرتك عارف، بالقدم او بالايد، او يعني مكان الاصابه اللي هم بيعانوا منها. هو كابتن في بعض الاحيان اولا ما بيحصل اصابه، ساعات طبعا يعني الدكاتره بيسموها المصطلح يعني بتاعنا اللي هو ايه، تقويات مثلا، ما احنا بنقول عليها يعني علاج تحت الماء، هيدروسيرابي. احنا في بعض الاحيان مثلا في حاله الرباط الصليبي في الاول مثلا محتاج ان هو يتاهل تحت الميه، اللي هو ليه؟ لان الريزيستنس المقاوه في الميه زي ما حضرتك عارف بتبقى اقل من الطبيعي بره، فبالتالي بتفتح معاك المفصل اسرع، فمعظم بعض الاصابات بنحتاج الهيدروسيرابي نعالج المريض فيها، وده بيحسن جدا ويجيب نتائج بسرعه. عشان كده انت بتقول لي يا كابتن ليه بره ممكن يرجع بعد 4 شهور، لان بالظبط انا خدت قرار على حسب الحاله اللي قدامي. هنشتغل هيدروسيرابي في دي 1، هنشتغل هيدروسيرابي وهنجيب نتيجه عاليه. بره بياخدوها تحدي، يعني بياخدوها تحدي ان انا بس اكيد مش هينزل وهو الابحاث والتستات كلها مبينه ان هو عنده مشكله، لا هو بينزل وكل التست مأكد ان هو سليم 100%. فطبعا لازم نهتم بالحاجات دي جدا في مصر برضه. طب يا دكتور لو عايز اسالك برضه في موضوع الفرق الرياضيه مثلا في قطاعات الناشئين، هل يعني ممكن انت كدكتور الفريق بتشوف هل اللعيب بيتعرض لاصابات مثلا في بدايه فتره الاعداد اكتر، ولا في بدايه الموسم، ولا في نص الموسم؟ دي برضه بتبقى حاجه ولا مالهاش علاقه؟ لا هي لها علاقه. يعني احنا بنقسم دايما الاصابات بتبقى في بدايه فتره الاعداد، طبعا بتجينا اصابات كتير بسبب ان في ساعات بيبقى مثلا اللاعب نازل مره واحده كان مريح في اجازه مثلا، الاجازه اللي هو بياخدها الشهرين ما يبقاش بيشغل تقويات مثلا، فبيجي ينزل مره واحده يلاقي حمل تدريب عالي جدا فبيجي له اصابه. فعلشان كده دايما احنا في الانديه الكبيره بتبقى بتحسب خطه الاحمال، انا النهارده هنزل لازم ابدا تدريجيا، مش هنزل مره واحده، لان انت لو نزلت على مره واحده ناس مثلا انت مش هتعامل كله زي بعضه، في ناس مريحه، في ناس كده بتتمرن، فلازم احسب دي كويس جدا. تاني ستيج طبعا المرحله بتاعت الماتشات، ماتشات الجمهوريه طبعا زي ما انت عارف،
كله داخل في بعض وده عايز مركز اول ومركز بالزبط. تاني بالظبط. ففي مجهود كبير والتحامات كبير جدا والتحامات واصابات كتيره جدا بالظبط. هي السيزون ده كده مظبوط. يعني يا دكتور احمد الوقت جري مع حضرتك بسرعه. انا اتشرفت جدا بيك النهارده واستمتعت بالحديث معاك ونورتنا وشرفتنا وبتمنى حضرتك كل التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. حبيبي يا كابتن انا اللي فخور ان انا كنت معاك النهارده وانت من المذيعين الواحد بيبقى مبسوط وهو بيتفرج عليهم. بشكرك يا دكتور احمد وان شاء الله بتمنى لك كل التوفيق. شكرا يا دكتور. شكرا. يعني مشاهدينا ده كان لقائنا مع الدكتور احمد الشربيني دكتور العلاج الطبيعي واصابات الملاعب. اتكلم معانا كلام مهم جدا في موضوع الاصابات اللي بتتعلق بالرياضيين بقى بشكل عام مش بس بكره القدم او كره السله او حتى كره اليد. ان شاء الله اخيرا بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك ولمنتخبنا الوطني ان شاء الله خلال الماتشين اللي جايين واكيد خلال كاس الامم الافريقيه القادمه في كوديفوار. وكده اكيد خلصت حلقتنا لكن ابدا مش هيخلص كلامنا مع حضراتكم. اشوفكم في حلقه جديده من نهارك ابيض.